كونك قاعد في مكان غير مأهول غير مسكون، يعني عندك مشاكل إما في صحتك، في الرجلين، في الرزق مطرح ما الثعابين، إما في الرزق يعني تمام، إما في السعي للعمل لأنه عمال يجري فهو بيسعى بينط من فوق التعبان، بينط من فوق، فعنده شوية عطلة يمكن في الشغل أو مشاكل مع الناس. طب معنى إن هو نط من فوق التعبان إن هو هيتغلب على المشكلة؟ نعم. أوكي، أنت علي أنت معانا؟ لا علي مش معانا، مش لأن معانا. لازم كل رؤية رسالة، فلما يقعد يقول اتنين ورا بعض لا مش هتقدري تجمعي الرسالتين مع بعض. طبعا في أحلام بتتكرر، هل تكرارها يعني زي ما آية كانت في الفاصل بتسأل قبل ما نطلع على الهوا، ممكن تقولي الحلم بتاعك؟ بحلم على طول ان انا بطير، بطير. وشريف قال برضه انه بيحلم انه بيطير كتير قوي 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 قوي، واتنطط يعني من الحته الثانيه وسهل. باتمان 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 هو ده الطموح، انك انت عندك طموح انك انت بتتنقل ممكن من مكان لمكان، بترتقي في الوظيفه او بترتفع في وفي جزء منه سفر، يعني مش انك في نفس بيت، يعني ممكن تسافر بلاد مش بس من مكان لمكان قريب. وفي جزء نفسي انك انت بترتقي باعصابك او باخلاقك عن بعض الامور اللي ممكن تضايقك، يعني بتمسك اعصابك فبترتقي. بس مثلا يا امل، شريف بيحلم انه بيطير وايه بتحلم انها بتطير، عندهم طموح عالي، هل ده بيتفسر زي بعض ولا طبقا لحاجه معينه؟ لا هو نفس زي التفسير بعض. نفس ليه الحلم ده مشترك؟ ناس كثيره قوي انا كنت بحلمه، بتكلم معاها بتقولي نفس الحلم، انا كنت بحلمه وفعلا انا حققت نفسي في حاجات كتير، وفي نفس الوقت اتغربت، انا بقالي 40 سنه متغربه. معنى الطيران.